انا سميتي السعديه، الدري تشد ليا في الحبس، من دار با خرج من الحبس با قباه تشلل، وانا عندي مرض القلب وعندي الطنسيون، ما كاينش اللي مد لينا تا قطره نعناع. كنا بخير استاذ، كنا بخير وعلى خير، حتى وقع هذا المشكل، طاح مسكين ويتشلل، ومن يخرج الدري ما تستحملش، من بلي با في ديك الحاله ما استحملش، حتى واحد ما بغى يخدمه، وكنت طلبوا من المحسنين تعاونونا في ليكوش وفي اي حاجه، الله يرحم والديكم، وانا بغينا ربي كما عاونتونا وغتوقفوا معنا، ربي غيوقف معاكم ويحن فيكم، عانينا بزاف، والدري كيمشي المسكين مكيلقاش الخدمه، كيمشي كيوقف علاش، واحد كيقول لي ليه ما نخدموكش، دوزتي الحبس ما نقدروش نخدموك، حنا كنطلبوا من المحسنين يشوفوا من حال ولدي، دبروا لي على شي خدمه باش يهزني انا وباه، انا مريضه وباه مريض، بعدو 5 سنين باش مشلل، انا ما وكلنا ما ياكلش، ما انا ما قلبتي ما يتقلب، ودرك انيت كنطلبوا في المحسنين يوقفوا معانا ويحنوا علينا. انا سميتي عبد الله، ولد الدراجل هذا اللي معاق تشديت، خرجت لقيت الوالد ديالي مرس، والوالدة ديالي كانت كتخدم في الديور، ومن وراء صافي حقدت اي باب كنقصدو باش نخدم، ما كيقول لك يقول لي سير جيب حسن السيره، ملي كنبغي نجيب ديك حسن السيره ما كيبغوش، كيعطوني حسن السيره فالوسخ، ملي كندير الخدمه كيقولوا لي لا ما نقدروش نخدموك، انا باغي نبعد على طريق حرامكم كاع، ماكش باغي نبعد على طريق حرام كاع، من ندير 3 الفيديوهات، درت 3 الفيديوهات، فيديو واحد اللي ساعدتنا فيه مره واحده هي اللي قادتنا مسكينه القزير، وهذا الشيء كانت دار كلها قطره، نوريك فيديو اخويا تشوفوا داش بكي، كنا عايشين بخير، ما كناش كنسكنوا هنايا، كنا كنسكنوا في سباش، كنا عايشين بخير، ما كانش خاصنا حتى شي حاجه، انفو باعوا دارنا، انفو طاح الوالد ديالي، ناضت امي باعت الدار باش خرجتني انا من الحبس، وباش دات الوالد ديال السبيطار، وما خلينا ما درنا عليه باش يوقف على رجليه، وما قدرناش، وبزاف ديال الحوايج اخويا اللي ما نقدرش نقول لك، حياتنا تقلبات في لحظه، كنا عايشين بخير بحالنا بحال كاع الناس، كان الوالد ديالي كيخدم كيجيب مي كيقابل مي، كنت انا بروش في عقلي، ما كنتش مزك الحياه كيف ما هي، ولكن فاش خرجت ولقيت الظروف هادي صافي نيست، بقيتش باغي شي حاجه حرام ندخل على والدي، حيت حرام كامل خرج ليا في حياتي كامل، انا كنطلب من المحسنين يحنوا ليا في والدي، الله يرحم ليهم الوالدين وخوتنا ولاد الشعب، يحنوا في الوالد ديالي وفي هاد الوالده هادي اللي بكات دابا بزاف، والله الله يرحم ليكم الوالدين، والله يجعل ربي يجازيكم بالخير، قارنا اخويا ليكوش بزاف، بغينا شي جمعيه اللي تساعدنا بليكوش، ولا شي واحد يخدمني انا يضمنني يخدمني، نمشي نجيب ليه ورقه من الرعايه الملكيه لعاد شي دما السجناء ويخدمني، من نخدم انا نهز والدي كاع ما يعطيني زعما كاينه، هو يساعدني يدفعني، حد يدفعني الدفعه الاولى انا نكمل، هذيك الساعه لما كملتش هذيك الساعة يحكم عليا باش ما بغى، انا مقتنع كون كاع ما كنتش مقتنع كاع ما نقول باغي نخدم، انا باغي نخدم باش نهز والدي حيت هما هزوني وما خلوهم ما داروا، ندمت بزاف على داك الشيء كامل اللي درت وبزاف ديال الحوايج، ماشي نقول لك باغي نرجع للحرام، ولا انا مؤخرا شحال من عشيره كيجي عشراني القدام كيجيو كيقولوا لي يلا لهنا يلا لهنا، مبقاش عندي هذاك الدماغ ديال داكشي، واش نمشي للحبس ونخرج للقب امي انا ميتين، هاي امي مريضه بالقلب، والوالد ديالي ها وليك واش لا ماتيش امي شكون لا يبدل بوليك واش ما كاينش، حيت ما عندي لا خويا لا اختي، ما كاينش على من نعول لا عائله لا حتى شي واحد، وكن كنطلب سيدي ربي كنطلب الله كنطلب
كنطلب الله يسمح لي قاعدكش الخيب اللي دوز شعياتي، كنطلب الله يسمح لي ويغفر لي وربي اللي غادي يعطيني. انا كنآمن بالله بواحد النهار ترى غادي يفرج عنا، حاش اي واحد شحم واحد كان لاباس عليه وفلاح دول مبقى عالدوال وشحن بحقك، ولكن من وراء العذاب ربي غادي يسر لنا وكنش منه من الله يسر لنا. كنقول لي مش كلمة شي يعاونوا لي والدي الخير، ما عمرني ما غادي ننسى طوال ما نعيش، وربي ما عمر ما غادي ننسى، وقع لي كيدير الخير ربي ما عمر ما يخيبه. الله يرحم ليهم الوالدين والله يجعل ربي يجازيهم بالخير. درت فيديو واحد، درت ثلاثة الفيديوهات، وفيديو واحد اللي صدق لي استجبت لي فيه واحد المرأة هي اللي مسكينة عاونتنا في قزير وعاونتنا باش علينا. كنت دخلت شي المرة الأولى تشوف أخوي الدار راه بزاف جاو الناس الأولين اللي صوروا بداو كيبكيو، حيت القطرة من كاع القناش ما كنعسوش الناس مني كانش كتصب الناس باغي الرحمة باغي ربي يعطينا الشا وباغي بزاف، ويا ربي تسمح لنا حنا مني كتكون الشا كنقولوا يا ربي تحبس. علاش على قبل لقينا باني ولقينا سطا لقينا يا خويا عاوتاني هز خويا لما ما كنعسوش الليل كامل. انا كنادي دابا كنا محسنين يعاونونا في شي خدمة اللي غادي نزبها دارنا ونزبها ولدينا، طريق حرام ما بقيتش باغيها وبزاف ديال الحوايج صافي نيس انا من هاد الحياه هادي ما نكذب عليك ما والو اخو. شي محسن اللي عاوننا في لي كوش ويعاون لي الوالده ديالي في الدواء ديال القلب خير وما نساوش، وخير وربي اللي غادي يجازي عليه، ما نقول لك حتى شي كلمه اخرى اخو. الله يرحم لهم الوالدين والله يجعل ربي ينصرهم ويقويهم. يا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. ايام 24 عيونكم التي لا تنام.